يبدو أن المحادثات الكردية الكردية المتعثرة أصلا بين المجلس الوطني الكردي وما يسمى بأحزاب الوحدة الوطنية والتي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي تذهب لمزيد من التعثر والتعقيد بحسب عضو اللجنة السياسية في المجلس الوطني فؤاد عليكو. عليكو قال إن قيادات حزب الاتحاد الديمقراطي أبدت عدم استعدادها لأي تغير سواء في الجانب الإداري أو في سلوكها المتمثل بحرق المكاتب واعتقال بعض النشطاء والمدرسين وخطف الأطفال، معتبرا أن اللغة الجديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي تعني عمليا وقف الحوار من جانبهم وفق تصريحات لموقع بس نيوز. تصريحات عليكو سبقتها تصريحات للمتحدثة باسم الاتحاد الديمقراطي سما بكداش رجحت من خلالها استئناف الحوار مع المجلس الوطني الكردي في شهر شباط القادم، لكنها اتهمت المجلس بوضع شروط مسبقة منها عودة قوات البشمركة لشرق الفرات وهي الذراع العسكري للمجلس، إضافة لفك ارتباط الاتحاد الديمقراطي بحزب العمال الكردستاني وإلغاء التجنيد الإجباري وحسم مصير المعتقلين والمختطفين. شروط قال عليكو إن الاتحاد الديمقراطي لم ينفذها، ورغم ذلك دخل المجلس الوطني بالحوار معه أملا بأن تكون هناك أرضية مناسبة على حد تعبيره. مجلس سوريا الديمقراطي التابع لقسد وفي الأيام الأولى من الشهر الجاري كان قد أكد على لسان رئيسة هيئته التنفيذية إلهام أحمد أن هدف الإدارة الذاتية خلال العام الحالي يتمثل في إقامة مشروع مشترك مع المعارضة وكافة أطراف الحل في سوريا، لكن دون أي توضيحات بخصوص المشروع أو الأطراف المقصودة من المعارضة. واليوم يشير عضو اللجنة السياسية في المجلس الوطني فؤاد عليكو لغياب أي استعداد للحوار من جانب قسد مع غياب الدور الأمريكي، إذ يقول عليكو إن حزب الاتحاد الديمقراطي يرى أنه لم يعد بحاجة للحوار ظنا منه بأن طاقم الإدارة الأمريكية الجديدة سيقف معه. فهل تراهن قسد على الإدارة الجديدة بعدما أصبح ترامب رسميا خارج المشهد؟